استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في قاعدة فوستوتشيني الفضائية أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا. وقال بوتين وهو يصاحب كيم لنحو 40 ثانية إنه سعيد برؤيته، مشيرا إلى لقائهم الذي يتم في القاعدة الفضائية الجديدة فوستوتشيني. في المقابل شكر كيم بوتين على الدعوة وعلى دفء الاستقبال. وهذه صور لهذا اللقاء وهذا الاستقبال لكيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية الذي يقوم بزيارة الآن إلى روسيا في توقيت شديد الحساسية، مما أثار ردود فعل غاضبة في واشنطن التي تتابع الموقف بحذر شديد. بوتين قرر استقبال كيم يونغ أون في قاعدة فوستوتشيني، وهي قاعدة حديثة للإطلاقات الفضائية الروسية. على ما يبدو يتم استعراض هذه القاعدة فوستوتشيني للزعيم الكوري الشمالي. إمكانيات هذه القاعدة على ما يبدو يقوم مسؤول روسي بشرحها للرئيس كيم يونغ أون أثناء استقبال بوتين له في روسيا. В соответствии с этим решением здесь разместили рабочее место по подготовке ракеты-носителя «Ангара». Это уже другой класс ракет. زيارة مفاجئة لرئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون في توقيت شديد الحساسية أثار تساؤلات كبيرة حول المغزى من هذه الزيارة، خاصة مع ما أبدته واشنطن من قلق شديد من هذا التقارب الروسي الكوري الشمالي. كانت أيضا نشاهد هذه الصور، هو استعراض لهذه القاعدة الجديدة فوستوتشيني الفضائية، حيث يقوم مسؤول روسي بالشرح للرئيس الكوري الشمالي حول إمكانيات هذه القاعدة الفضائية الحديثة التي قامت ببنائها روسيا في الفترة الأخيرة. وقرر بوتين أن تكون هي المقر لاستقباله لرئيس كوريا الشمالية. زيارة كيم يونغ أون صاحبها أيضا إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد، إلا أنه سقط، مما أثار أيضا ردود فعل غاضبة من اليابان ومن كوريا الجنوبية التي تبدي دائما اعتراضا على هذا النشاط الصاروخي لجارتهما كوريا الشمالية. إذن نلاحظ هذا توقيع من الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون لزيارته لهذه القاعدة فوستوتشيني. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.